عايز اسالك برضو عن الزمالك والمريخ ومجموعه الزمالك والمريخ والترجي وشباب بلوزداد، شايفها ازاي؟ والمباراه الاخيره الزمالك اتعادل مع المريخ السوداني 0-0. يعني التعادل ده صعب شويه الدنيا على الزمالك. اعتقد الزمالك لازم يعيد ترميم، يعني سواء اداريا عنده مشاكل اداريه كتيره. اعتقد يعني انا بص اقول لك، انا اهلاوي لكن اكيد مصلحه الكره المصريه انه الزمالك يبقى متواجد بشكل قوي. افضل من الفتره اللي هو موجود فيها حاليا. اعتقد انه لازم يعيدوا ترتيب المسؤولين على نادي الزمالك، لازم يعيدوا ترتيب اوراق البيت الزمالكاوي، لانه الزمالك مش بيمثل بس يعني نادي الزمالك، لا هو قيمه كبيره للكره المصريه. اعتقد لازم يراجعوا نفسهم سواء اداريا او فني، او اداريا قبل فنيا، انه كان في حركات كتيره غير مفهومه، يعني مدير فني يمشي بعدها بيومين يرجع، لا في حاجات قرارات اعتقد لازم تبقى مدروسه قبل الاعلان عنها. شايف مستوى الزمالك في المجموعه مع الترجي مع المريخ مع شباب بلوزداد، يعني المجموعه شايفها ازاي؟ مين اللي عنده فرص في الصعود؟ لا اعتقد بالوضع الحالي لنادي الزمالك ما عندوش فرصه قويه للصعود. رغم ان الماتش اللي فات شباب بلوزداد اتغلب على ارضه من الترجي، ايوه يعني لسه الامور قريبه. هي الترجي قريبه، ست نقط، شباب بلوزداد ثلاثة، الزمالك والمريخ نقطة الزمالك نقطة. نقطة ونقطة. أنا معاك، بس هو الفكرة في إيه؟ الفكرة إنه في أنت بتتكلم على المرحلة الحالية. المرحلة الحالية لو الزمالك ما رجعش ترتيب نفسه، هو لو الزمالك في أفضل حالاته سهل أوي إنه يصعد. بس أنا بتكلم على الحالة اللي موجود الحالية. فيها حاليا. كل المؤشرات تدل إنه الزمالك بعيد عن المنافسة بقى المجموعة. لكن لو الزمالك قدر، مستوى نادي الزمالك المعروف اللي كان موجود السنه اللي فاتت، نادي الزمالك بيضم لعيبه من اعلى مستوى كتشكيل، لكن اعتقد هم لو اتحلت الامور المشاكل اللي موجوده في نادي الزمالك، الفريق تهيأ الاستقرار الفني للفريق والاستقرار النفسي للعيبه، اعتقد الزمالك قادر ان هو ينافس. لكن في الوضع الحالي على الوضعيه اللي احنا شايفينها في نادي الزمالك، هو بعيد عن المنافسه وغير مرشح للصعود للدور الثاني. لكن لو اعادت الامور لمجاريها، اعتقد انه سهل، لانه كل الفرق في مستوى واحد.